وجبنا ايه يا نونو؟ وجبنا كمان وجبنا جبنا قوي. بقى، او بعد ما جبنا الكليبسات يا اصحابنا، جبنا كمان توك باستك اهي. ايوه جبنا دولة شكل البطيخة، دي شكلها زي الحبل. اللي هي بنربط بيه شعرنا يا اصحابنا. شكلها حلوة قوي يا اصحابنا. بصوا لابسه فيونك ازاي، هتبقى حلوة قوي في اللبس يا نونو، صح؟ لبس الاصفر وجبنا كمان دي، ده شكل ايس كريم جميل قوي. ايوه شكلها لذيذ قوي. انا بحب بصوا الايس كريم جدا، بعشقه. بصوا شكل الايس كريم بالظبط. ده زي شكل الايس كريم الحقيقي يا ماما. وجبنا كمان يونيكورن جبنا تاني، يونيكورن اهي اصحابنا، ده يونيكورن استك. تاني زي المرة اللي فاتت. استك اهو، ده عشان ايه؟ لو هنعمل قطتين او حاجه بيبقوا جمال قوي في او اللبس يا نعمل اصحاب. دول دي دي الحصان. الحصان، ايوه. وجبنا كمان، ميكي ماوس بنت. ايوه بصوا جبنا الوان كتيره قوي عشان تليق على كل اللي تقومه. بصوا حلوين قوي يا اصحابنا ازاي. هي ملهاش بق يعني. ملهاش بقى، مش رسم لها بقى، بس لابسه فيونكه جميله قوي ولذيذه قوي، وهي لونها ايوه. حلو قوي. انت عارفين اللي انا بعرف ارسم البق؟ اسيا بتعرف ترسم حلوة قوي يا اصحابنا، خليها تعمل لكم فيديو ترسم لكم فيه. وجبنا كمان الاستروبلي دي، جميله ازاي. دي لها بينج مش احمر، جميله قوي، بس شكلها حلو ازاي، قوي قوي قوي. تقريبا هتروح الشاطئ. كيوت قوي. الحاجات دي بتبقى في الصيف يا اصحابنا، جميله قوي قوي. وجبنا كمان ده ايه، ده مسلسل كرشي البابا. او كده عاملين زي الاشباح، جميل بس قوي. هم لطفاء. ايوه جميل قوي الكرتون عاملين ده. زي بس عاملين زي الوحوش اللطفاء. جميل قوي. في كرتون كده اسمه وحوش اللطفاء، صح؟ ايوه. بصوا حلوين قوي، لونهم اخضر وكيوت قوي ولذيذ قوي. دول زي الحقيقيين. ايوه. وجبنا كمان ده، ده ميكي ماوس تاني بس علشان لابس ماسك. ايوه جميل قوي، بس لونهم احمر، جميل قوي شكلهم، لذيذ قوي قوي. وجبنا دول كمان يا اصحابنا، جبنا اللون ده واللون ده جينجوم. ودي ورد. جينجوم بس فيها ورد صغير بس كده. لا دي كلها نجوم اهي، نجوم ودي فيها بيضة ورد. ونجوم صفرة ولونها برتقالي، ودي لونها بينك احمر احمر غامق، وكل انواع من ال بصوا هي اصحابنا، بصوا هي كده توكة، دي وعاملة فراشة دي. زي الفيونكة كده، بتبقوا جمال قوي لو عملنا قطتين. وده كمان الشكل التاني بتاعها يا اصحابنا. جبنا كمان التوكة اللذيذة دي، بصي هي معاهم توكتين شكلها اهو، حلو قوي يا ماما، صح؟ توكتين سادة وتوكة عليها ايه، نحلة، شكل دي مش النحلة. نحلة يا ماما، دي فراشة. مش فراشة او نحلة، شكلها مجسمة حلوة قوي. جبنا دولة كمان، جبنا الالوان دي. جميلة أوي، أنا بحب ده أكتر. اسيا بتحبهم قوي، بيبقوا خفاف على الشعر لو انت قاعدة في البيت، بيبقوا لذيذ قوي يا اصحابنا. وجبنا كمان دي توكة اهي، وهي بصوا فراشة حلوة ازاي. أيوة شكل الوردة مش فراشة، سوري، بس عاملة زي الفراشة بقى. شكل الوردة جميلة قوي قوي ايه اللي قوي، جواها ده يا ماما؟ شكل الأرنب. صح، شكلها. وجبنا كمان التوكة دي يا أصحابنا، هي بس توكة اهي، عاملة زي التوكة اللي بتتربط. التوكة، وفيها هنا كده رابطين شريطة كده انت ان هي عارفين اللي ايه هي تبقى نازلة التوكة، كده، توكة جميلة اوي اوي. دي بتتفك كده يا أصحابنا. ايوه ممكن تركبوها تاني عادي، ممكن تفكوها كده وتركبوها تاني. اهي بتبقى توكة لوحدها، ايوه توكة جميلة. وممكن عايزين تعملوا لها شكل، بتركبوا دي كده عارفين، ما فيش وتربطوها كده. مشكلة انتوا تشيلوا ده. دي بس دي بتلبس اما انتوا بتبقوا نازلين الشارع بتحطوها.